Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Al Quran Television Islamabad se main hu aapka mezban Dr. Ikramullah Mohsen. Nazreen, Quran jahan bais se barkat hai, bais se sawab hai, bais se nijat hai, wahan Quran Majid ahle Quran ke liye bais se bulandiye maqam bhi hai. Nazreen, Imam Baiqi Rahmahullah Alaihi Hadith se Baiqi mein riwayat nakal karte hain, Bab Shabul Iman jild number 3 saf number 341 ke janab Sayyidina عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح رات کے اوقات میں جس طرح ہمیں آسمان پر چمکتے اور دمکتے ستارے نظر آتے ہیں بالکل اسی طرح اہل آسمان کو زمین پر وہ جگہیں جن جگہوں پر قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے وہ جگہیں ستاروں کی طرح چمکتی اور دمکتی نظر آتی ہیں یقیناً یہ نور اور یہ روشنی اہل قرآن جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں ان کے بنا ہرگز ممکن نہیں ناظرین آج کے اس خصوصی نشست میں ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں دنیا قرآن کے افق پر چمکتے اور دمکتے ایک ایسے ہی نورانی اور قرآنی ستارے کے ساتھ کہ جس کی روشنی چاروں طرف اہل ایمان اور اہل قرآن کو منور کیے ہوئے ہیں ناظرین جن کے آواز کے جادو سے سننے والے پر فرط حیرت سے ایک سکتہ سا طاری ہو جاتا ہے دنیا بھر کا سفر کر چکے ہیں اور ایک طویل عرصے کے بعد پاکستان تشریف لائے ہیں مصر سے ان کا تعلق ہے ناظرین آئیے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں زینت القرآن فخر القرآن استاذ القرآن الشیخ مقری حجاج رمضان الہندوی حفظہ اللہ تعالی السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیف حالکم وکیف صحتکم الحمدللہ ماشاءاللہ الحمدللہ یا شیخ اہلا وسہلا بکم جميعا بلدكم باكستان ما شاء الله واشكركم لزيارتكم جزاكم الله خيرا ما شاء الله وخاصة في برنامجنا لقناة القرآن نعم أهلا وسهلا بحضرتك وبالعاملين في القناة الكريمة وربنا إن شاء الله سبحانه وتعالى نسأله أن يوفقكم ما شاء الله لخدمة كتاب الله صحيح وخدمة نعم. القرآن الكريم يا شيخ في كم عمركم بدأت قراءة القرآن؟ بدأت القراءة وأنا في 15 ما شاء الله في 15 من عمري ممكن تخبرنا عن أساتذتكم ومشايخكم هل تعلمت قراءة القرآن رسمي؟ نعم يوجد لي أكثر من أستاذ فأساتذتي كثيرون في القرية عندنا في مصر وفي المحافظة وفي القاهرة ما شاء الله. بدأت مع أستاذي الأول الشيخ حسين عبد يوسف ما شاء الله ثم بعد ذلك الشيخ صبحي أحمد عبد العزيز ما شاء الله ثم بعد ذلك أخي الأكبر الشيخ عيد الهنداوي ما شاء الله بعد ذلك جودت القراءة قراءة القرآن على فضيلة العلم الشيخ عطية طعيمة هو من القرية أيضا عالم كبير ما شاء الله ما شاء الله فالحمد لله لي أكثر من أستاذ يعني الحمد لله بارك الله فيهم وجزاهم الله عني وعن القرآن خير الجزاء يا شيخ ممكن أن تخبرنا عن قارئ الذي تحب تلاوة وكثيرا ما تسمع أنا أحب كل قراء القرآن الكريم ما شاء الله أحبهم كلهم ما شاء الله نعم أحب أن أسمعهم جميعا يا شيخ الآن ننتقل إلى المقامات هل يمكن أن تخبرنا عن المقامات كيف نتعلمها بأحسن طريق تعلم المقامات يكون بالاستماع إلى القراء الكبار و كبار الموشحين أو المبتهلين صحيح. نعم صحيح. ويكون بالاستماع إليهم ويكون عندما أسمعهم يكون عندي التقليد لا أقول التقليد ولكن أقول أن يعني يفهم هذا صحيح. القارئ يقرأ بهذه الطريقة صحيح. ممكن أنا أقرأ بهذه الطريقة ولكن بصوتي أو بهذا المقام صحيح ولكن بصوتي بصوتي لا أقلد الصوت صحيح ولكن صحيح. أقلد المقام
صحيح. يعني أنا أقرأ المقام، ولكن المقام مثلا يقرأه الشيخ عبد الباسط، أو يقرأه الشيخ مصطفى إسماعيل، صحيح. أو يقرأه الشيخ شحت المنشاوي، محمد النور. أو الشيخ الشحات، أو الشيخ غلوش، ولكن أنا أقرأ هذا المقام صحيح. ولكن بصوتي أنا، ليس بصوت الشحات ولا صحيح. بصوت عبد الباسط. ما شاء الله. هذا صحيح هو، صحيح. هذا أفضل طريقة لتعلم المقامات يعني. يا شيخ، كم عدد المقامات وما هي؟ والله أنا يعني المقامات التي تعلمتها وفهمتها هي أظن 6 مقامات، صحيح، 6 مقامات. 6 يعني، النهاوند، نهاوند، السيكا، البياتي، الحجاز، الجركة، رست، الكرد، الرست، يعني 7 مقامات. صحيح. يعني هم المقامات، هؤلاء المقامات التي تعلمتها أو فهمتها. وقيل أن أكثر، هناك أكثر صحيح. من هذا في العدد، ولكن هذه المقامات التي اشتهر بها صحيح. القراء في مصر، يعني صحيح. فقط هؤلاء 7 مقامات يعني. صحيح. أي مقام نقرأ كثيرا خلال تلاوة القرآن؟ هو المقام المقرب إلى قلبي وإلى صحيح. قلوب أكثر المستمعين إلى كلام الله عز وجل، صحيح. يعني في أكثر من مقام، مقام الرصد، رصد، بياد، البيات، الجركة، السيكة، صحيح. كل هذه المقامات هي مقامات جميلة ومقربة، والحجاز أيضا يحبها المستمعون إلى القرآن صحيح. الكريم. صحيح. أنني ألاحظ بأن أكثر القراء لا يعرفون معرفة جواب الجواب، فماذا تنصحهم كما يعرفون؟ يعني جواب الجواب هو يكون أعلى صحيح. أعلى شيء نعم، في الصوت، نعم، أعلى صوت. ولكن هذا لا يعني، لا يعني لا يكون في كل الأصوات، في صوت يستطيع أن يأتي بالجواب، بالجواب، جواب الجواب. وفي صوت يستطيع أن يأتي بجواب الجواب، وفي صوت لا يستطيع، فقط الجواب، أو نقول يعني نحن الصوت الوسط، الجواب الوسط، لا صحيح. يستطيع أن يعني جواب الجواب يرتفع. الجواب. لكن يكون هذا يعني حسب قدرة الصوت أو قدرة القارئ صحيح. على هل يستطيع أن يأتي أو يصل لجواب الجواب أم لا يستطيع. صحيح. فهذا يكون حسب يعني الصوت يعني الموهبة، صحيح. موهبة القارئ بما أعطاه الله يعني. صحيح. بأي طريقة نحافظ الحلق؟ والله هو يعني أولا ربنا سبحانه وتعالى صحيح. يقول: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وهو أرحم الراحمين، فربنا هو الحافظ. لكن يعني بعد حفظ الله عز وجل أولا وأخيرا، يكون في أيضا أشياء يجب أن القارئ صحيح. يقوم بها يعني، أو الذي يعني عنده الصوت، يعني مثل مثلا مثلا لا يتعرض للبرد، لا يتعرض صحيح. ل يعني ينام جيدا، صحيح. يأكل طعاما يعني ليس فيه الحار وليس فيه كذا، صحيح. الماء لا يكون باردا صحيح. صحيح. جدا، صحيح. متوسط، صحيح. مثل هذه الأشياء تحافظ يعني، أو يعني تساعد على الحفاظ على الصوت يعني. صحيح. يا شيخ، هل في رأيكم أي ممارسة أو تدريب لتطويل النفس؟ يعني هو أفضل شيء لطول النفس، ولا أقول طول النفس، صحيح، لأن النفس هو أيضا من عند الله، صحيح، هو من عند الله، عند الله. لكن يعني يمكن أن تقول: ما هو الشيء الذي يجعلني أحافظ على صحيح. النفس، أحافظ عليه يعني كي لا يقصر يقل.
فهو النفس يعني الرياضة، صحيح يعني تعرف الرياضة، صحيح يعني مثل لنا أجري أو يعني أن أمشي بطريقة سريعة، صحيح صحيح أو السباحة، أو مثلا رفع الأثقال، صحيح الشيء الثقيل، أنا صحيح أحاول أن يعني ممكن مثل هذه الأشياء صحيح من الرياضة أو من مثل هذه الأمور صحيح أن تحافظ على النفس. صحيح. ماذا تنصح وترشد لقراء باكستان خصوصا وعامة الناس عموما؟ أنصح إخواني القراء في باكستان بأنهم لا يقلدون أي شيء، صحيح يعني لا يقلدون أي قارئ يسمع هو يقلد، صحيح وأن يعني يلتزموا بقواعد القراءة، صحيح كما أنصح الجمهور المحب للقرآن في باكستان صحيح أن يسمعوا القرآن بتدبر صحيح وإتقان ما شاء الله وخشوع، صحيح نعم لا يعني يسمعوا لكي يعني فقط لجمال الصوت أو صحيح لحسن الصوت صحيح صحيح فقط، لكن يسمع هذا فقط لأن هذا هو عند كلام الله الله لله يعني. صحيح يا شيخ نحب أن نسمع فضيلتكم بعض آيات بينات في مقام بيات أعوذ بالله أعوذ من بالله من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله الحمد الحمد لله لله رب رب العالمين العالمين الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم مالك مالك يوم يوم الدين، الدين إياك إياك نعبد نعبد وإياك وإياك نستعين. نستعين. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله. اهدنا الصراط المستقيم. سبحان الله. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الله أكبر كبيرة ما شاء الله يا شيخ. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. ما شاء الله جزاك الله خير. يا شيخ شكرا جزيلا لحضوركم. السلام عليكم. جزاكم الله خيرا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزاكم الله خيرا. ما شاء الله. شكرا شكرا. ناظرین آج کی اس خصوصی نشست میں ہم نے آپ کی ملاقات کروائی دنیا کے بہترین قاری قرآن جناب حجاج رمضان الہنداوی سے. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے سمجھنے اور قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. القرآن ٹیلی ویژن اسلام آباد سے اپنے میزبان ڈاکٹر اکرام اللہ محسن کو دیجیے اجازت. اپنا اور اپنے دیگر مسلمان بہن بھائیوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. حیات باقی ملاقات باقی زندگی رہی تو ہر بات باقی. اللہ نے کی بات.
device of Quran.